حياة عاملات المنازل على خشبة المسرح وفنون من السعودية ولندن في هذه الحلقة من آفاق تتابعون فيها أسبوع الفن المعاصر في جدة. ما تمتعنا بمعارض احترافية. أمسية احتفالية في لندن احتفاءً بالشاعر العراقي فوزي كريم. ولكن بداية من لبنان، حيث زاد في الفترة الأخيرة الاهتمام بالظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها العاملات الأجنبيات في المنازل، فقد أصبحت بعض الجنسيات بمثابة الوظيفة أو الملكية الخاصة، إذ ليس من المستغرب أن تقول إحدى السيدات أنا سريلانكيتي أثيوبية أو فلبينيتي فعلت هذا وذاك، الأمر الذي شجع إحدى العاملات الأثيوبيات إلى كتابة مسرحية تعالج هذه القضية وتتحدث عن المعاناة اليومية للعاملات بالمنازل. وشارك في هذه المسرحية عدد من العاملات الأجنبيات والفنانون اللبنانيون. الكباية بعدها طالعة ريحتها، إذا كباية ما بتعرف تغير شو بدنا فيها؟ فلة ما بتساعد حدا فلة، ما بتشوف صوت وجهك فلة، وإنتو إذا بسمع صوت واحد بالحيلة وحدة منكم، كل وحدة رح تقلك، فهمتوا؟ أنا مشغول كثير، أوكي؟ طلعي لبرا. كل شيء عم بشوفها من قدامي مرة بالست سنين صارت معي كمان هيدا عم تحولني كمان انه انا زريرة بحب اكتب شغلي هيك بمثل كمان هيدا عم توصلني تبع الزرير هلا عم توصلني لقدام اكتر شيء انه بنت عم بيشتغلوا ما بيتفاولون حقو ما بيفكرون مثل نيكس كمان مش مصرياتهم انه اكل اقل شيء يعني يعطون اكل انه ياكلوا ليلي ايه حبيبتي حبيبتي ما دام بعدها بالبيت بس تروح بيت لك بعدها نايمه اكلتي؟ لا والله جعانه كان ليكي بدي اجيب لك اكل طيب ناسا بس تروح بيت لك بس ما دام تبعيتك ما بتسالك اكلات كل يوم وين بيروحوا؟ لا حرام تعرفيها هي منيحه كل البراد اذا حطيتك ما تقول شيء ابدا يعني اللي بيجيبوها للبنت ما قدرين يدفعوا لها ما قدرين يتحملوها ما قدرين يعلموها ما يجيبوها خصوصا ما قدرين يدفعوا لها ما يجيبوها انا يدفعوا مساري للمكتب يجيبوها من اثيوبيا او هي لها بلد تيعذبوها مش حلو هيك ليكو شي هلا مدام من زبونات المكتب مرتبه بقى كل وحده منكم بتظبط حالها ابتسامات على وجهنا بليز كل وحده بترتب حالها توقف اول ما توصل نعم شوفي بدي هيك ما ايه فوتي فوتي انطريني بالمكتب انت وقفي شوي وقفي برومي 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 لنشوف مين بدي يحكي انت قاعده يا عمي قاعده رحال بلشت فكرة المسرحية وبعد حوالي شهرين ثلاثة حكيتني كأستاذة يعني وكشخص بتعرفه أنه إذا في ساعدها بالإخراج مع أنه أنا ما عندي أبداً أي فكرة عن الإخراج كانت قبل المسرحية فبلشنا العمل يعني تقريباً من سنة يعني وكانت التحضيرات بتصير بس نهار الأحد لأنه هذا النهار الوحيد لنهار العطلة بيكون عادة العمال الأجانب فنقدر نجتمع ونشتغل على المسرحية خير إن شاء الله شو جايبك اليوم كمان؟ إنه في بنت حامل شو بدي حقها هيدا؟ شو بدي أعمل؟
كمان بدي فوت بعد قصص. هي المسرحية بتحكي عن معاناة بنت هي مايجرت وركر بدها تساعد مثل بتساعد كذا عاملة أجنبية كمان بنفس الوقت، وبنشوف كيف شو المعاناة اللي بتتعرض لها وكيف إنه ما فيها تلتجي لولا محل وكل البيوت أبواب بوجها بتكون مسكرة. ايش بكم شيء؟ ليش كافينا لبهد؟ انا فيني ساعدكم شيء؟ ليس أجينا جوعانين ما لنا أكل. كمين هون في مريضة يا بنت؟ فيني أعطيكم مصاري؟ لا لا لا. ليش؟ هو بيكدون؟ شو رايك عم تعملي هون انت؟ بكون انا بالنسبة لي بكون مبسوطة كثير لانه على اللي بشوف هوا، مش ما بشوف ناس، بشوف هوا، بشوف وجه ربي مثل ما بيقولوا يعني، وهاد بيرتاح نفسيته بترتاح. يا ريت شي مرة يحطوا حالهم مهلنا بيقدر يشتغلوا 3 سنين بلا نهار فرصة؟ هذا العنصرية بعتقد ابدا ما كانت مبالغ فيها، يعني في هيك في حتى بيصير يعني حتى حالات بعد عم بتكون اضرب من هيك، يعني حتى اذا شوفي مثلا منى اللي دخلت ضربتها ما حتى قلنا للجمهور ان قتلتها، يعني وقتها تركنا للجمهور ليفهم لحاله بعدين، في بعد حتى بيصير حالات قتل، حالات اكثر من هيك. وكمان من ثاني ميلي حبينا نفرجي انه في بالعكس المعامله اللي كثير منيحه عم بتكون، المعامله الصحيحه اللي عم تنعمل يعني. ليلي نعم يا بدي اكل لمنى؟ لا بس بعد ما دام بالبيت. خلص شو بدك، في ناس ما منيح. شو شكيت ليه زعلت؟ مالك مبسوطة؟ انه ما دام بدي اقول لك انه فيني تلفن على سفارة كرميلا؟ ايه اكيد هي التليفون دقت. بقى الفكرة من المسرحية كمان بتفرجي صورة جديدة عن المجتمع وعن اي معاناة، وين بتصير المعاناة، انه حتى مرات بتصير معاناة بقلب السفارة، حتى بقلب المكاتب يلي هدول المحلات اللي لازم يكونوا عم بيساعدوا العمال الاجانب يلي هن عم يستقطبون، كمان هنيك ما في مساعده. مش معقول، حرام عليكم، كيف بتحكي مع البنت هيك؟ اذا انتم ما بتساعدونا مين بده يساعدنا؟ اسمعيني يا بنت، اذا عندك موضوع قولي وفلي، ليش عم تغرغري هيك؟ اوكي يا مستر سلمون، بالاول اسمعوا شو الموضوع. خلص ما بدي اسمعك. سفاره تبع انه عم بجرب احول كل شيء لالون، مثلا حولت لواحد بنت انه 5 سنين اشتغلت ما سفروها ولا مره، بس بدها تسافر 5 سنين. هاي بنت عم تشتغل واحد بيت 5 سنين بدها تسافر، ما خلوها تسافر. لا مسرحون شو عم تعمل هون؟ ليش في مصاريك؟ شو عم تعمل هون انت؟ هربانه انت كمان؟ بدي جلدة باسبور. انت كمان؟ مين قالك تيجي لهون قبل ما تنفي التليفون؟ ماما يرقم تليفون. اذا ماما يكرم تليفون من جيبك لهون؟ حبش يقدرني. والله حبش يقدرلكي؟ انا هلا حطت بنت بالكاريتاس 3 شهور، انا من حقيقه بنروح على بنلاقيها 3 شهور قاعدين ما بعرفها، ما شفتها انا بالعيوني، بس بالتليفون بتضل عم بركض. بس هلا قد هيك عيب انه 5 سنين اشتغلت عندهم؟ يعطوها شغله ما بدها شيء كمان، نحن عملنا قصه تكيتها، ما بدها شيء بنت بدها تسافر. ما بعتقد ابدا الحاله مبالغ فيها، يعني بالعكس في كثير قصص ما قدرنا حتى نضوي عليها بهي المسرحيه، يعني فاجئنا مثلا المكتب، البيت، السفاره وشوي بالشارع يعني، بس غير هيك يعني ما معنا وقت لانه عمل مسرحي انه مد اكثر من هيك، بس بعد في كثير قصص اكثر حتى. ما تفيها كلها عم تشوفها لوسخه. هون هون ليه عم تعرفي هيك؟ ليه عم تعرفي هيك؟ ليه عم تعرفي هيك؟ إذا أنا ماني بالبيت ما بتطفيها؟ والله شكلك ما عرفت. روح نوجه، روح نوجه. مثل ما اسمها المسرحية صراخ من دون مستمع، يعني في عالم عم تجري بتلاقي بدها تلاقي مساعدة بشي محل وما حدا عم بيقدر يساعدها. شد إيدي. لك شد إيدك، حاجة إيدك مثل ملفوف تعبانة. ما عندك قوة؟ ما عندك قوة؟ أنا فرجيكي. ما عندك قوة؟ أنا ما عندك قوة. كيف نحن اجنا هون عم نبهدل بهدلة كثير، بس ما بقول لك كلهم إنه عم بقول لك 20% بالمية لازم نشيلها. هلا بهالأيام حويين قال له حقوق، كيف إنسان ما عنده حقوق؟ إن شاء الله يتغير هالشي يعني. تعال شوي بدي احكيك، تعال شوي.
أنا مش بدي أحكي. لا مش أنا. ليش بقى؟ أنا بدي أقول أنا ما دام كلهم عم تعذبني بهاي شغلة. شبرن راسك كمان. بتقدرش تفتح تمك بالحبس لكبك. لا برا حبس جوا حبس يعني. ما بتخاف من الحبس بس بتخاف من أرضك. خلاص مش تحت خلاص. خلاص 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 وروح كمل شغلك بقى. في لندن أمسية احتفالية في المركز الثقافي العراقي احتفاء بالشاعر فوزي كريم الذي برز في ستينيات القرن الماضي. هذه الأمسية هي أمسية احتفائية وليست أمسية شعرية، فنحن اليوم نحتفي بالشاعر والفنان فوزي كريم. الفنان الذي يمتلك أو قد كتب ما يزيد على 35 كتابا. المرة الأولى بالذات أخذت منه لوحة ووضعتها على غلاف كتابي لأنها تماما تعكس أوضاع الشخصية العراقية أو تعابيرها. شوفين اللوحات أكيد الذاكرة تلعب دور أساسي فيها وليس المخيلة. الذاكرة اللي ترجع إلى المنطقة منطقة الطفولة اللي عشت بها. تعرفين البشر دائما اكو طبيعه ما قد تولد مع الانسان الحقيقه، وربما ايضا هناك ظروف انا دائما اعزوها الى الظرف اللي اسميه ميتافيزيقي، اي الانسان يولد ويشعر دائما انه هو كيان مهمش، كيان ما يقدر يوفر حوار طبيعي بينه وبين الحياه. فوزي كريم إلى الساحة. يعتبر فوزي كريم من الشعراء المهمين في العراق، ربما تكون لديه رؤية خاصة، فهو يختلف مع كل شاعر أو مبدع يستخدم هذا الإبداع أو الشعر في خدمة السياسة. من إطلالة ووترلو يدهشني أن كمال المشهد سرعان ما يبدو لي لوحة فوتوغراف بإطار في معرض، والحشد السائحة إذ تتبعثر فيه الألوان كوليمة عرس. لديه رؤية للشعر تقترب كثيرا من رؤية الصحف المهني، فهو يعتقد أن الشعر يجب أن يكون مبدعا مستقلا لا ينتمي إلى جهة حزبية أو سياسية، يجب أن لا يكون مؤدلج كي تكون رسالته رسالة واضحة نقية لا تستهدف الاستخفاف بعقل الإنسان. دامي فوق المقعد سنوات العزلة والتيه في هيئة سيدة هرمة، أخرجت جواز السفر وقضينا الليل نحدق فيه. أعتقد هناك علاقة دائماً بين الفنون، كان شعر أو رسم أو موسيقى أو إلى آخره، لأن أنا معني أيضاً بالموسيقى ربما أكثر من الرسم. بس الرسم تعرفين الشعر أصلاً يعتمد على إيمج، على صور اللي إحنا نسميها الاستعارة والمجاز باللغة. أحياناً إذا الشاعر يملك موهبة، وقل اللي يكون موهبة رسم، لكنه اهتمام الشاعر بالفن التشكيلي وبرؤية اللوحة وقراءتها ومتابعة الفن ضروري ولا مناص منه.
بس للأسف هناك شعراء كثيرين ما غير معنيين بهذا الجانب ويشكل هذا ضعف في تجربتهم الشعرية. لكن إذا يملك موهبة ويرسم حيشعر أنه هو يحاول بصورة ما أن يجسد هاي الاستعارة أو هذا المجاز أو هاي الطاقة الرمزية داخل النص الشعري بتشكيل لوني. فن معاصر من السعودية، أسبوع فني في جدة للتعريف بأعمال فنانين سعوديين. نرى جدة المنبر الثقافي المثالي لعرض أعمال فنية معاصرة بسبب تاريخ المدينة الطويل مع الفن. جدة تعتبر تقاطع طرق لحضارات عدة، فهي بوابة مكة وقلب المحافظة، لذا فهناك آلاف الحجاج الذين يتدفقون على أبواب جدة سنوياً. فهناك تنوع ثقافي عالمي في جدة، والسوق الرئيسية للفن مزدهرة للغاية، ربما الأقوى في المملكة. في البداية احنا عارفين انه ما زلنا داخل البلد ما تمتعنا بمعارض احترافية. المعارض هذه احنا محتاجين احنا نوريها لكل المبتدئين الشباب المحترفين، كيف ننظم معارض احترافيه، كيف نخلي الفنان يعمل على مشروعه الفني بصوره احترافيه، كيف يجهز للعمل وكيف يعرض وكيف نسوق للمعرض. كل هذه الامور المفروض انه تعمل انتقاله من المعارض اللي كانت تنظم إلى معارض أكثر احترافية في المستقبل القريب. حضوري هنا في المعرض لحاجتين، اللي هو للمنحوتات اللي هي موجودة ضمن المعرض، واللي هو العمل المباشر ضمن فعالية المعرض، حيث أنه يكون العمل تفاعلي مع فكرة الأعمال اللي أنا قدمتها بالنسبة للمعرض، بالنسبة للعرض اللي هو المباشر اللي أنا أقدمه حالياً. زين؟ أكيد هذا أسبوع جداً مهم في تاريخ الفن في جدة وفي المملكة العربية السعودية، وبالنسبة لي أنا شيء جداً مهم أعتقد بشكل خاص، لأنه معروض عملي في وأنا هذه أول سنة لي في الفن، فأتوقع أنه حيكون شيء جداً رائع وشيء جداً مختلف. اليوم ولأول مرة نحن بصدد معرض جوال، ولأول مرة نرى أعمالاً لفنانين سعوديين يافعين وشعبيين، ونرى أعمالاً فنية تبرع بها جامع القطع الفنية معروضة هنا، ومزاداً خيرياً روج له من خلال الفن وقيمته. نحن مهتمون جدا في الأسواق الجديدة حول العالم، ونركز على المملكة العربية السعودية خصوصا جدة، فهناك سوق فنية مزدهرة وفنانون كبار ومعارض فنية على مستوى عال من الجودة. نحن هنا لأننا نرغب أن نكون جزءا من المشهد ولكي نضيف طابعا عالميا على هذا السوق في جدة. اللغة العربية يعني صارت
بتحرف وبتستخدم أحرف لاتينية بدالها، والحروف اللي ما هي موجودة في العربي بيستبدلوها الجيل الجديد بالأرقام وأحرف. فمثلا بعد 10 سنين ممكن في المدارس يبدا يدرس انه بدل ما كنا زمان ناخذ قرأ وكتب وحصد بالعربي، فهذه حصد وكرسف وضحكت وقرأ، وطبعا كلها ترانسليتريشن يعني غلط فيها. أما الآن فنتوقف مع جولتنا الأسبوعية على عالم الفن مع غادة ناصف. عرائس من كتب مستعملة والتعرف على فنانة في عزلة واحتفال بطقوس الربيع، هذه بعض من أعمال الرسام الفرنسي إيجين بودان، وهي توجد حالياً في معرض بالعاصمة الفرنسية باريس. بودان ينتمي للحركة الانطباعية ويعد من أوائل الفرنسيين الذين رسموا الطبيعة الخارجية. مرحبا بكم في عالم جيفري فارمر، فنان العرائس اليدوية الكندي. فارمر استخدم 356 دمية في هذا المعرض تقديرا لدار للكتب المستعملة تقرر إغلاقها في فانكوفر. العرائس صنعت من كتب اشتراها فارمر من تلك المكتبة وعرضها على مساحة 90 متراً بمتحف الباربيكن بالعاصمة البريطانية لندن. النحاتة الفرنسية كاميل كلوديل ربما اشتهرت بكونها عشيقة النحات أوغوست رودان، غير أن معرضاً جديداً لأعمالها يهدف إلى إظهار موهبتها الفريدة. المعرض يقام بمستشفى مونت فافيت للصحة النفسية، حيث قضت كلوديل 30 عاماً في عزلة. وتدور الأعمال المعروضة حول 3 محاور هي المرأة والجنون والإبداع. باليه طقوس الربيع للموسيقي الروسي إيغور سترافينسكي يحتفل باليوبيل 100 على بدء عرضه. مسرح سادلرز ويلز بالعاصمة البريطانية لندن يحتفل بالمناسبة بسلسلة من العروض تقدمها فرقة فابيولس بيست. الموسيقى والرقصات غير التقليدية في الباليه كادت تتسبب في ثورة بين الجمهور في المرة الأولى لعرضه في باريس في عام 1913. أما الآن فمع وقفتنا الأسبوعية مع بي بي سي إكسترا. برنامج بي بي سي إكسترا الإذاعي هذا الأسبوع تطرق إلى دراسة أجرتها ونشرتها بي بي سي عن الطبقات الاجتماعية. الدراسة تتحدث عن المجتمع البريطاني بطبيعة الحال، وتقول إن الطبقات الاجتماعية 3 المتعارف عليها قد زالت، وظهر مكان هذه الطبقات 7 طبقات جديدة. معي من فريق بي بي سي إكسترا نانسي النقيب لتحدثنا عن هذا الموضوع. نانسي، يعني ما هي هذه الدراسة الجديدة التي نشرتها بي بي سي؟ في البداية نعرج على الطبقات 3 المعروفة عالميا وسام، وهي الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة. الاختلاف الذي جاءت به الدراسة التي نشرتها البي بي سي على موقعها مؤخرا، اكتشفت أن هذه الطبقات امتدت من 3 طبقات المعروفة إلى 7 طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة النخبة، والطبقة الدنيا هي طبقة الفقراء أو المعدمين، وفيما بينهما أي الطبقة المتوسطة تم استبدالها ب5 طبقات أخريات. ما هي العوامل التي اعتمدت عليها الدراسة وأدت إلى هذا التقسيم؟ التقسيم الحالي الذي اعتمدت إليه أو عليه الدراسة في بي بي سي
اعتمد على العامل الاقتصادي والحالة الاجتماعية وكيفية تفاعل الناس وتواصلهم مع الآخرين، والعنصر الهام الآخر هو العنصر الثقافي، يعني من حيث الأنشطة الثقافية والاهتمامات التي تشغل بال المواطنين. يعني ما هي أهم الفروقات بين الطبقات القديمة والطبقات الجديدة، لا سيما طبقة النخبة، الطبقة الغنية وطبقة النخبة الآن؟ في السابق كانت تعد هذه الطبقة مقصورة على الأرستقراطية أو من يملكون الكثير من الثروات أو الأغنياء بشكل مبسط، ولكن كان هؤلاء يتمتعون بقدر كبير من التعلم والثقافة. أما الآن فطبقة النخبة لا تتعدى أو لا يتعدى كون من ينضم إليها إلا أنهم بالفعل أثرياء، يعني تندرج أو تنحصر فقط على طبقة النجوم، نجوم الفن ولاعبي كرة القدم. ما هو موقع المثقفين في هذه الطبقات؟ إلى أي طبقة ينتمي هؤلاء؟ المثقفون كانوا في الفئة الوسطى أو الطبقة الوسطى، والتي انقسمت بدورها إلى 5 طبقات أخرى، ويختلف هؤلاء بالنسبة لي ربما العمر، وربما للعامل المادي، وأيضا لربما المهنة التي يمتهنها هؤلاء. في وقفتنا الأسبوعية على صفحة فنون عبر موقع bbcarabic.com اخترت لكم هذا الأسبوع بعض المواضيع التي نشرت على الموقع، منها محاولة لاكتشاف لغز وفاة الشاعر التشيلي بابلو نيرودا، حيث سيتم استخراج رفات الشاعر لاكتشاف إذا ما كان قد قتل من قبل نظام بينوشيه كما يعتقد أحد مساعديه. وفي لندن الباتشينو يقدم عرضاً مونودرامياً يتحدث فيه عن حياته المهنية والشخصية. أما في جامعة مانشستر فقد أعلن مجموعة من العلماء عن اكتشاف مجمع إداري كبير في مدينة أور الأثرية في العراق، ويقول العلماء إن المجمع يعود إلى أكثر من 4000 سنة، وهو قد يكون مجمعاً إدارياً في الفترة التي كان يقيم فيها النبي إبراهيم في المدينة، وهي مسقط رأسه قبل هجرته إلى فلسطين بحسب رواية التوراة. لمعرفة المزيد ولمتابعة مواضيع ثقافية وفنية أخرى تابعوا صفحة فنون عبر موقع bbcarabic.com. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من آفاق، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. يمكنكم مراسلة فريق الإعداد على afaq@bbc.co.uk أو زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/bbcarabic afaq. ولمعرفة المزيد عن تفاصيل التصوير والإعداد تابعونا على تويتر @bbc_afaq. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية، لكم مني ومن فريق الإعداد أطيب التمنيات. إلى اللقاء.